كتير، فيلا نبدأ بسرعة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. فيلم الملحد والهاشتاج اللي طلع بتاع أطول ملحد، الفيلم خلصان من سنتين ومتوافق عليه ثلاثة رقابيا، ثلاثة كمان، ومتوافق عليه رقابيا من سبتمبر، وقبل ما يتم عرضه قطعوا الملحد. السوشيال ميديا هجوم رهيب على الفيلم قبل عرضه وقبل حتى ما نعرف هو بيقول ايه، هاشتاج وهجوم رهيب. هل السوشيال ميديا بقت رقيب على الرقابة؟ مش رقيب على الرقابة ده، بس ده رقيب على الحياة كلها. صح، يعني صارت لها بقت صاحبة قرار. الكلمة العليا، ومع الأسف الخضوع لها في المطلق خطأ، تجاهلها خطأ بالمناسبة، التجاهل التام، لكن الخضوع التام خطأ لسبب. تجاهلها على أساس إن هي الرأي العام؟ لا، ما عشان كده هي ليست الرأي العام. بالظبط. بس 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 علينا إن إحنا برضو يعني ما نرميهاش كده ونقول لها او نهملها تماما، بس لازم واحنا بنبص عليها نضع معاييرها. هي عندها قانون. ايه قانون السوشيال ميديا؟ اهتك اعراض، طلع فضايح، اتكلم فضيحه ماشي، قول انه مش وطني، خش على الوطنيه، ايوه، اقول ده مش وطني، خش على الدين، انه ده ملحد، ده بيكره، ده بيعمل، فبالتالي ده مرتشي، ده مش يعني اصبحت منفلته. صح، ولغياب القوانين الرادعه كويس، فخلتهم يزدادوا عنفا. السوشيال ميديا لما بتقريها تلاقيها بتزداد عنفا. مظبوط ليه؟ مفيش رادع. مظبوط. طيب، فهل احنا النوع ده من التعبير هو اللي يقودنا؟ خاصه انها مش كل الناس تتفاعل مع السوشيال ميديا، كتير بيقرا، مظبوط، بس في جزء فقط، واحد على عشرة هو اللي بيكتب، واللي بيكتب بيستنى الترند، والترند بيجي من التجاوز الأخلاقي غالبا. بالظبط يعني قلت بالظبط. مثلا برنامجك مش عاجبني، ده رأيي كويس، لكن لما جنب مش عاجبني دي أو قبل مش عاجبني أقول كلام تاني في اختراق لكل يخص القيم شرف او والأخلاقيات، دين او هلاقي بقى وطنية او صح. كده، احنا ركبنا الترند على طول. بس هي دي طيب، استجابتنا للسوشيال ميديا مش ده خلاها اقوى؟ يعني لما المستشار تركي الشيخ ينزل بوست يقول انه بخصوص فيلم النونو هنعيد النظر في انتاج الفيلم او العمل على السيناريو، مش دي استجابة للسوشيال ميديا ما للهجوم اللي حصل على فيلم النونو؟ بصي، عموما ما فيش مشكلة انك، بس مش انا السوشيال ميديا، ان انت تراجع، لكن المشكلة الاكبر انك تعتقد ان السوشيال ميديا بتملك السلاح في تغيير الحياة. ما هو لما نستجيب لها يبقى بتملك السلاح. ما عشان كده لازم تغيير التوجه فيلم ده. لسه ما اتكتبش، اعادوا النظر في اذا كان في انتاجه فيلم، اساسا. لا، في فيلم اللي هو الملحد هيتعرض يوم 14 القادم كويس، اغسطس بدل ما نستنى احنا حكمنا عليه قطعناه ان هو مقاطعة. يعني لو حد نزل هاشتاج قطعه طارق الشناوي بكرة نقطعه. ان هو ضد الاسلام وضد الدين، بيستندوا كمان الى حكايات حتى لو كانت حقيقية او مواقف لا تعني انه انها بالظبط. يعني مثلا الله يرحمه مصطفى درويش الفنان الجميل رحمة الله عليه، رفض انه يشتغل، مشاركة. حقه أيوة ومنطقه، لكن ده لا يعني انه المنطق اللي استند اليه مصطفى ولم يستند اليه مثلا كل اللي شاركوا في الفيلم، احمد حاتم او حميده او او حسين حتى فهمي او اللي غيره. وقفوا مع الفيلم، في ناس، في فنانين نزلوا بوستات اللي هو ليه نقاطع ليه ما لا نشوف. لا، بعيدا، بتكلم على اللي مثله. يعني في واحد رفض يمثل الله يرحمه وله الله كل الحق، يرحمه طبعا، مصطفى، ده لا يسيء للي شاركه. فهم استغلوها كمان في ضرب اللي اشتركوا، رغم انه الجسم الجريمه ان صحت انها جريمه موجود. فعلينا الاول نستوثق من الجريمه. يعني الفيلم سيعرض مؤكد يوم 14 زائد 16 سنه. رقابيا زائد 16 سنة. معناها ايه؟ ان هذا الفيلم بيحتاج للمتلقي الى درجه معينه من القدره على ان يجد فارقا بين ان تحكي الشخصيه الدراميه عن قناعاتها او انها بتروج لهذه القناعات. فممكن شخصيه الملحد يبقى عنده افكاره بيدافع عنها بالظبط. كويس،
المتلقي اللي عنده 16 مش سنة، بالضرورة نبقى داخلين نكفر كلنا يعني. اللي عنده بقى 16 سنة هيقدر يفرق بين هذا الكلام عشان انا اروجه او اقتنع بيه، ولا في على الجانب الاخر في حوار تاني بيتم مع شخصية اخرى فيبتدي نعمل التوازن. لو نرجع للتاريخ سنة 37، ظهر كتاب في مصر اسمه لماذا انا ملحد، وتم توزيعه. بعده طلع كتاب اسمه لماذا انا مؤمن، رد عليه. هل اللي كتب لماذا انا ملحد عوقب؟ لا. هل دخل السجن؟ هو لا. دكتور مصطفى محمود هو كان عنده عمل رحلة الشك. برضو رحلة. ايوه لا، انا بكلمك على واحد حتى ما عملش رحلة الشك لليقين، قال لك انا ملحد وهقول ليه انا ملحد، ونزل ده في كتاب اتوزع. الراجل ده لم يقدم لجهات تحقيق. كل اللي حصل انه كاتب اخر رد عليه لماذا انا مؤمن، والكرة كانت عند مين؟ عند الناس المشاهد، بس، الناس خلصت. بالظبط. يعني اذا كنا احنا يعني لحد امتى هيفضل عندنا مشاكل في ان احنا نختار المواضيع اللي تستاهل ان هي تثار؟ ما انا زي ما قلت لك، هي المسألة مرتبطة بان اصبح صوت السوشيال ميديا عالي والاستجابة زادت ده عن حقيقي، الحد. ده حقيقي. كويس. في نفس الوقت ان احنا مش ما فيش تقنين للسوشيال ميديا، ولا في رادع قانوني يقول له ستوب انت دخلت هنا هتكت عرض، انت مش، ما فيش ولا يعني. عارفين نقيم اذا كان دي لجان ولا اذا كان دي ناس بتفهم ولا نفس طبعا من ضمن ايضا يعني الاسباب اللي هي بتجعل السوشيال ميديا تقييمها حتى الرقمي ما انتش ضامنه ان هو تقييم حقيقي، بالظبط فما بالظبط. بالك ان المحتوى، لان السوشيال ميديا المحتوى بتاعها بيعتمد على التجاوزات. السوشيال ميديا بقت صاحبة قرار ولا لا؟ لا، ما اعتقدش انها ممكن تبقى صاحبة قرار، لكن مع الاسف قد تؤثر على صانع القرار.